بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد الحداد من معهد إبسون، والنهاردة هكون معاكم في شرح Introduction to Git and GitHub. عايزين نعرف الأول إيه هو Git. Git هو Version Control System، ونركز قوي على كلمة Version. تعال نفترض مع بعض إن أنت شغال في شركة، ولما بتكون شغال في شركة بتكون شغال على Project مع تيم كبير. البروجكت ده بيتطور مع الوقت. طب ازاي يعني بيتطور مع الوقت؟ يعني مثلا البروجكت ده انت بتعمله فبتكتشف ان انت عندك فيه بعض الاخطاء فبترجع تصلحها، فبالتالي انت بتعمل انهانسمنت للكود، بتحسن الكود بتاعك بحيث ان هو ما يظهرش فيه اخطاء مثلا معينه. طيب كمان ممكن تضيف ميزه جديده للكود بتاعك، تمام؟ فبالتالي انت عمال تحدث ايه الكود او البروجكت بتاعك. طب مثلا زي ايه كده؟ زي مثلا اللعبه اللي احنا كنا بنلعبها، لعبه فيفا او لعبه بيس او اي لعبه كوره، كل سنه بينزل ليها اصدار جديد. الاصدار ده بينزل ليه؟ مثلا في لاعب انتقل من فريق لفريق تاني، فانت عايز تحدث، عايز تنزل في اللعبه بتاعتك او عايز تحدث الكود بتاعك ان مثلا اللاعب ده مثلا كريستيانو رونالدو انتقل مثلا من باريس سان جيرمان ليوفنتوس وهكذا، اي حاجه يعني، تمام. انا عارف ان هو مش ده اللي بيحصل بالظبط، ولكن يعني اي تحديث بيحصل في البرنامج بتاعنا احنا محتاجين حاجه تتعقب الموضوع ده. فبالتالي جيت هو اللي بيكونترول الفيرجنز بتاعتنا. طب تاني، انا ليه محتاج حاجه تكونترول الفيرجنز بتاعتنا؟ دي حاجه هنعرفها مع بعض واحنا ماشيين، ولكن باختصار جدا جيت هو اللي بيكونترول الفيرجن دي. وعلى المثال اللي احنا قلناه، لو بنتكلم مثلا على لعبة فيفا، فجيت هو اللي بيتحكم في الاصدارات، زي مثلا فيفا 19 20 21، هو اللي بيتحكم في جميع الاصدارات دي. ببساطة هو used for a tracking code changes، يعني هو بيتعقب التغيرات اللي بتحصل في الكود، وكمان بيتعقب who made the changes، يعني هو كمان بيقول لك مين اللي غير التغيير ده. يبقى هو كمان بيتعقب who made changes، هو بيتعقب مين اللي عمل الخطأ ده. مثلا لو انا عملت حاجة في الكود فعملت مثلا حاجة غلط، فهو يعرف مين اللي عملها، وكمان اقدر ايه اعيد كتابتها تاني، او اقدر اشيل الحاجة اللي اتعملت دي، تمام، وهكذا. وهنعرف مع بعض طبعا قدام ان انا ممكن ما اقبلش اي تعديل حصل في الكود بتاعي، يعني انا اقدر اتحكم مين اللي يعمل التعديل، واقدر كمان اتحكم لو حد عمل تعديل اقبله على البروجكت بتاعي ولا لا، وهكذا. ان شاء الله هنعرف ده قدام. طيب عايزين نعرف ليه بنستخدم جيت، يعني ايه سبب وراء الموضوع ده. You can work with your team from anywhere in same project، انت تقدر تشتغل مع التيم بتاعك من اي مكان في نفس المشروع، ودي طبعا حاجه بتوفر لنا وقت ومجهود، وبالتالي احنا محتاجين حاجه فعلا تعمل الموضوع ده. طب برضو ليه؟ انا عايز اتخيل معاك الموضوع من غير جيت هيكون عامل ازاي. ونفترض مثلا ان احنا شغالين على مشروع، تمام، والمشروع ده مثلا موجود عندك انت على الجهاز، وموجود عند مثلا انت مثلا خمسه شغالين على التيم، وموجود عند كل واحد في البيت بتاعه قاعد مثلا بيشتغل على البروجكت. طيب نفترض مثلا ان انت عملت تعديل على جزء معين، هل التعديل ده هيظهر للاشخاص التانيين؟ لا. فبالتالي يعتبر انتوا مش شغالين مع بعض على نفس المشروع، لا، ده كل واحد شغال على مشروع منفصل. فبالتالي احنا عايزين مكان معين يحصل فيه كل التحديثات، لو انا عملت اي تغيير بقيه التيم يعرف ان في تغيير حصل في الكود. فبالتالي انا كده بعمل ايه؟ انا كده بكنترول الموضوع، بكنترول الفيرجنز، بكنترول الابديتس، تمام. تاني حاجة بيقول لك you can revert to any changes، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حصل أي حاجة في الكود، تمام، ولتكن مثلا إن أنت عملت حدثت جزء معين من الكود بتاعك، أو حدثت جزء معين في اللعبة، والتحديث ده سبب بج أو سبب مشكلة، فأنا أقدر أرجع أشيل المشكلة دي بسهولة. على عكس طبعا لو أنت شغال لوحدك، فأنت ممكن لو عملت مشكلة فمش هتقدر ترجع للفيرجن القديمه او النسخه القديمه. فبالتالي هنا جيت بيساعدني ان انا عندي جميع النسخ من اول ما بدات المشروع لغايه احدث نسخه. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على فيفا، فانا عندي مثلا من اول فيفا 2006 لغايه فيفا 2021، فانا عندي الاكواد بتاعه اللعبه من اول ما كانت لسه بادئه لغايه اخر تحديث وصلت له، تمام. كمان ان احنا نقدر زي ما كنت لسه بتكلم you can see the full history of the project، انت تقدر تشوف التاريخ الكامل بتاع البروجكت من اول ما بدأته لغاية ما انتهيت منه، بجميع التحديثات بتاعتك، بجميع الاضافات، بجميع كل الاشياء.
ايه بقى جيت هاب؟ ناس كتير بيكون عندها لخبطه، هو جيت هو جيت هاب، هما الاثنين دول حاجه واحده؟ قال لك لا، الاثنين مش حاجه واحده. طيب انت فهمتني يعني ايه جيت، تعالى بقى قول لي يعني ايه جيت هاب. قال لك ببساطه جيت هاب هو سورس فور بروجكت، هو مكان بيبقى موجود على الانترنت، هو بكل بساطه هو فعلا صفحه على الانترنت بيكون عليها البروجكتس. طب بيكون عليها البروجكت ازاي؟ قال لك نفس الموضوع لما انا ضربت لك المثال في الاول وقلت لك لو انت والتيم بتاعك شغالين على بروجكت، لو انتم شغالين من غير جيت او جيت هاب، فكل تعديل انت بتعمله بيتم فين؟ بيتم على جهاز كل واحد. لا، احنا عايزين المكان بقى اللي بيكون عليه البروجكت اللي احنا كلنا بنبدأ نحدث ونغير فيه. فايه هو المكان ده؟ هو سيرفر، ومن ضمن السيرفرات اللي الناس كلها تقدر تخش عليها وتقدر تشوف عليها البروجكت هو جيت هاب. كمان جيت هاب هو بيسمبليفاي يوزنج جيت، هو بيسهل لك استخدام جيت. ايه ده، ثواني، يعني انا اقدر استخدم جيت من غير جيت هاب؟ طبعا انت ممكن تعمل كده من خلال انك البروجكت بتاعك بيكون على السيرفر الخاص بالشركه بتاعتكم، بتقدر ترفع عليه البروجكت والتيم كله بيبدا يحط التحديثات بتاعته على المصدر اللي على الشركه بتاعتكم. ولكن جيت هاب جت سهلت لنا الموضوع ده، عملت لنا سيرفر للعالم كله، كل الناس تقدر تخش وتحط التحديث بتاعها في اي مشروع معين، طبعا على حسب صاحب البروجكت لو هو سامح للناس ان هي تخش تكونتريبيوت في الموضوع ده ولا لا، وطبعا على حسب الحاله المستخدم. كمان جيت هاب allows multiple developers to work on a single project at the same time، وده هو اللي انا اتكلمت عليه، ان احنا كلنا نقدر نشتغل على نفس البروجكت في نفس الوقت. مثلا الشخص الفلاني عمل تحديث فانا هيبان لي التحديث ده، طب فين المكان اللي احنا عمالين نحدث فيه ده؟ قال لك المكان ده بيكون السيرفر اللي عليه البروجكت، وفي الحاله دي بيكون مين هو السيرفر؟ بيكون جيت هاب. With GitHub, developers can build code with rapid changes and innovative solutions to problems that might arise during the development process. بيقول لك مع GitHub ان احنا قادرين ان احنا نبني الكود ونتعقب التغيرات اللي بتحصل فيه، وقادرين ان احنا نحل المشاكل اللي بتظهر لنا اثناء development process، اثناء مرحلة التطوير. فهو ده GitHub، هو ده الواجهة اللي احنا بنشتغل معاها، اللي بتشتغل ببساطة مع مين؟ مع Git. واتفقنا ان احنا ممكن نشتغل بجيت وما نستخدمش GitHub، ولكن احنا عايزين نستخدم الاثنين مع بعض، عايزين سيرفر كلنا نقدر نخش عليه، لان احنا مش شغالين مثلا مع بعض في شركة واحدة فملهاش سيرفر، لا احنا عايزين سيرفر يجمع ما بين العالم كله، تمام، وكأننا كلنا العالم كله شغال في شركة واحدة. قبل ما نخش نتكلم على جيت وجيت هاب، في بعض المصطلحات المهمة جدا اللي لازم كلنا نبقى عارفينها. طيب ايه هي؟ اول حاجة كلمة ريبوزيتوري. يعني ايه ريبوزيتوري؟ الكلمة ترجمتها يعني مستودع. طيب يعني ايه مستودع؟ قال لك مستودع هو مكان لحفظ الاشياء، وبالتالي كده لو فكرت فيها شوية هتلاقي ان الريبوزيتوري ده هو المكان اللي احنا بنحفظ فيه الكود. وكلمة ريبوزيتوري مش رائعة جدا، يعني احنا عشان نسهلها فبنقول عليها ايه؟ فبنقول عليها ريبو، وقلنا خلاص ان كلمة ريبو دي هي اختصار لايه؟ ريبوزيتوري، وفهمنا يعني ايه ريبوزيتوري. تاني حاجة هو برانش. طيب يعني ايه برانش؟ البرانش هو فرع، الريبوزيتوري هو المصدر الاساسي، اما البرانش هو فرع منه. لا برضو انا مش فاهم انت قصدك ايه. تعال نفترض مثال عشان نفهم الموضوع ده. لو قلت لك ان انا عندي شركه كبيره زي مثلا شركه جوجل، تمام، وشركه جوجل دي ليها فروع، مثلا فرع في دبي، فرع مثلا في انجلترا، فرع في لندن وهكذا، فبالتالي الشركه الاساسيه او الشركه الام هي الريبوزيتوري، اما الشركه الفرع اللي هي مثلا في دبي فده كده البرانش. طب حاجه شبه كده انا مش قادر اتخيلها بيكون شكلها عامل ازاي في الكود. لو جينا نتخيل الموضوع مع بعض، لا مثلا لو قلنا ان احنا عندنا جوجل محرك بحث كبير وانا عايز اخد منه برانش. طب انا عايز اخد منه برانش ليه؟ ممكن مثلا تكون عايز تضيف في ميزه، عايز تحدث حاجه مثلا في برانش الجزء الخاص مثلا باليوتيوب، فهتاخد برانش من الكود الكبير ده، هتاخد منه جزء تحدث عليه الموضوع، وبعد كده تخلص تحديثاتك وتظبط الدنيا بتاعتك، وبعد كده ترجع الموضوع تاني لمين؟ للريبوزيتوري، تمام؟ يبقى زي ما قلنا الريبوزيتوري هي الشركه الكبيره، والبرانش هي فروع الشركه دي. عندنا حاجه اسمها لوكال ريبو. طبعا اتفقنا كلمه ريبو يعني ريبوزيتوري. طب ايه هو اللوكال ريبو؟ اللوكال ريبو هو
المستودع على الجهاز بتاعك انت، وجايه طبعا الكلام ده من ايه؟ من كلمه محلي، لوكال يعني محلي. اللوكال ريبو هو المستودع المحلي. يعني ايه المستودع المحلي؟ لو قلنا ان كلمه مستودع اتفقنا ان هي معناها المكان اللي فيه الكود بتاعك، ولوكال يعني محلي، يعني ده معناه المشروع بتاعك او الكود بتاعك على جهاز الكمبيوتر بتاعك انت. يبقى انت لسه هنا في مرحله اللوكال، يبقى انت هنا على جهاز الكمبيوتر بتاعك انت، تمام. وعلى عكس الموضوع ده انت عندك حاجه ثانيه اسمها ريموت ريبو. يعني ايه ريموت ريبو؟ يعني حاجه عن بعد. يبقى انت كده بتنقل الكود بتاعك من الجهاز بتاعك انت لمكان تاني. وايه بقى هو المكان التاني ده؟ هو السيرفر، هو المكان اللي عليه البروجكت اللي الناس كلها تقدر تشوفه. وفي الحاله دي هو مين؟ هو جيت هاب. عندنا حاجه اسمها كوميت. كوميت دي معناها ايه؟ معناها تشيك بوينت ان يور لوكال ريبو. يعني ايه برضو مش فاهم؟ تعال نفترض مثلا ان انا وانت بنلعبوا لعبه معينه، ووصلنا في اللعبه دي لمستوى، مثلا وصلنا مثلا لليفل 17، فعايزين نعمله تشيك بوينت، نحفظه اللعبه دي عشان لما نيجي نلعبها تاني نبدا من الحته اللي احنا وقفنا عندها. هو ده بالظبط الكوميت، انك بيكون عندك البروجكت بتاعك شغال فيه، وصلت لليفل معين وعايز تحفظ الكود عند الليفل ده وتبدا تكمل عليه، فبالتالي انت بتعمل كوميت، يعني انا عايز احفظ عند الجزء ده. بعد كده عندنا حاجه اسمها كلون. كلون يعني تنسخ. يا اما انت عايز تستنسخ كود من اللوكال، يا اما انت عايز تستنسخه من ريموت. طب يعني ايه عايز تستنسخه؟ لو انت دخلت تيم جديد والتيم ده شغال على بروجكت، فانت عايز تبدا تجيب البروجكت بتاعك ده تحطه على جهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تبدا تشتغل عليه، فبتبدا تستنسخ البروجكت ده من الريموت، تمام، واللي هو السيرفر، عشان تقدر تتعامل عليه من على جهاز الكمبيوتر بتاعك، تمام. طب يعني ايه بقى استنسخ من اللوكال؟ يعني انا اصلا في اللوكال، ازاي هستنسخ في اللوكال برضه؟ قال لك انت لما بتكون شغال في اللوكال، انت بتكون شغال في فايل في حته معينه في الجهاز، فانت ممكن تشتغل في اكتر من حته في الجهاز بتاعك. فمعنى ان انا استنسخ من اللوكال ان انا بستنسخ من مكان لمكان تاني. عندنا حاجه اسمها البوش. كلمه بوش معناها ادفع، زي اللي بتلاقيها كده وانت داخل في اي محل بيبقى مكتوب لك مثلا بوش، يعني ايه؟ زق الباب يعني، تمام. ودي معناها ايه؟ معناها ان انت ترفع الكود بتاعك من اللوكال، يعني من الجهاز بتاعك، للريموت، يعني للسيرفر اللي الناس كلها هتشوف عليه البروجكت ده. يبقى عندنا حاجه اسمها البوش، ان انت بترفع البروجكت بتاعك من على جهاز الكمبيوتر بتاعك للسيرفر، تمام، من اللوكال للريموت. وعلى عكسها البول. والبول بتعمل ايه؟ بتاخد الحاجه من الريموت ترجعها تاني لللوكال. يعني زي ما قلنا، لو احنا عندنا حاجه في السيرفر وعايزين نجيبها على الجهاز بتاعنا، هنعمل ايه؟ هنعمل بول. طيب اخر مصطلح مهم عندنا حاجه اسمها البول ريكويست. ايه هو البول ريكويست؟ البول ريكويست هو ask to pull your updates from local to remote. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. بيقول لك في البول ريكويست انت بتسأل مين؟ بتسأل الشخص اللي ماسك البروجكت ان انت تسحب الابديتس بتاعتك من الكمبيوتر بتاعك توديها لمين؟ توديها للريموت. يعني ايه برضو الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة. لو جيت قلت لك ان احنا شغالين على بروجكت، فبيكون عندنا الليدر بتاع التيم بتاعنا، فهو ده اللي بيراجع الكود اللي احنا بنكتبه في اي جزء عندنا في البروجكت. فبالتالي انت عندك حاجه اسمها البول ريكويست، فدي بتعمل ايه؟ كانك بتقول للليدر ده شوف راجع الكود اللي انا كتبته، ولو هو كويس ابدا خده من الكمبيوتر عندي، وابدا ضيفه فين؟ ابدا ضيفه في الريموت، ابدا ضيفه يعني على السيرفر، تمام. يبقى دي كده كانت بعض المصطلحات اللي لازم ناخد بالنا منها قوي، وكده احنا جاهزين ان احنا نبدا نتعامل مع جيت وجيت هاب. يلا بينا. وده كده موقع جيت هاب، واحنا دلوقتي محتاجين نعمل ساين اب، محتاجين نسجل حساب جديد. فهنيجي هنا هيقول لك ويلكم تو جيت هاب، تمام. نبدا ندخل الايميل بتاعنا، بعد كده نبدا نحط الباسورد، بعد كده محتاجين نعمل يوزر نيم، بعد كده بيقول لك انت عايز تتلقى اي اعلانات او اي حاجه على الايميل بتاعك، فانت هتقول له نو. بعد كده هيطلب منك ان انت تحل بازل عشان يتاكد ان انت مش روبوت. فبيقول لك هنا اختار المجره الحلزونيه، وتقريبا هي دي.
بعد كده بيقول لك اختارها تاني، فنختارها تاني. وانت كده قدرت تعمل اكونت بتاعك بنجاح. اخر حاجة هنا بيطلب منك كود هو بعته لك على الايميل بتاعك عشان يتأكد ان ده الايميل بتاعك. ده كده بعد ما دخلنا الايميل هنبدأ ندخل بعض المعلومات، هدخل المعلومات دي وبعد كده نرجع نكمل الفيديو. ودي كده الواجهة اللي بتقابلك لما تخلص تسجيل في جيت هاب. ودلوقتي هنبدأ نعمل اول مشروع، ولكن قبل ما نعمله هنروح الاول نحمل جيت وبعد كده نبدأ نشتغل على جيت هاب ونبدأ نعمل فعلا اول مشروع. طيب ده الموقع بتاع جيت. على حسب انت بتستخدم انه نظام تشغيل هتبدأ تختار، لو مثلا ماك او اس او لينكس او ويندوز هتبدأ تختار. فمثلا لو اخترت هنا ويندوز هيبدأ يسألك انت بتستخدم نظام 32 بت ولا 64 بت، وبعد كده بتبدأ تختار وتحمل، والتثبيت بتاعه طبعا بيكون ايه سهل جدا. تمام، طيب كده خلاص خلصنا جيت. طبعا هسيب لكم جميع اللينكات دي تحت في الديسكريبشن. طب عايزين نبدأ بقى نعمل ايه؟ نبدأ نعمل اول بروجكت. فهنروح كده نعمل ايه؟ كرييت ريبوزيتوري، واللي اتفقنا ان ده المستودع اللي احنا بنعمل فيه الكود بتاعنا. ودلوقتي احنا على جيت هاب، يعني احنا على السيرفر اللي اي حد في العالم يقدر يخش يشوف البروجكت بتاعنا عليه. طيب اول حاجه بيطلب منك اسم الريبوزيتوري بتاعتك، فممكن نعملها مثلا فيرست بروجكت. تمام، ونكتب مثلا في الوصف بتاعها this is my first repo. تمام، وهنختار ان هي تكون public، يعني اي حد يقدر يشوف الشغل بتاعنا. هتيجي هنا هيقول لك ان انت ممكن تعمل بعض الملاحظات في الريبوزيتوري بتاعتك، زي مثلا انك تضيف ملف ريدمي، ندوس مثلا اوكي، والباقي الحاجات دي مش مهتمين بيها دلوقتي، هنعرف عنها قدام ان شاء الله. تمام، بعد كده نضغط على كرييت ريبوزيتوري هيبدا يعملها لك. انت كده عملت الريبوزيتوري او عملت المستودع اللي هيكون فيه الكود بتاعك. طيب عايزين نبدا نستنسخ الكود ده لمنطقه العمل، يعني نبدا نستنسخه للجهاز بتاعنا عشان نبدا نشتغل عليه. هنيجي هنا عندي كلمه كود دي، تمام، ونبدا نستنسخ اللينك بتاعه، ونبدا بقى نروح على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. خلينا نبدا نعمل ملف من الاول، تمام، نسميه بروجكت. تمام، وعايزين نبدا نشتغل جوه الملف ده. طيب بعد ما بتحمل جيت، لو جيت دوس كليك يمين هيلاقي هنا عندك اختيارين، الاول جيت جي اي هير وجيت باش هير. طب ايه الفرق بينهم؟ هنا هيطلع لك واجهه رسوميه تقدر تتعامل بيها مع جيت، وهنا هيقدر يطلع لك التيرمينال عشان تبدا تكتب كود وتشتغل عليه. طب احنا بنفضل انه طريقه؟ احنا بنفضل الطريقه بتاعت التيرمينال، لان هي حاجه ادفانسد اكتر، وحاجه لو اتعلمتها بتفتح لك ابواب انك تفهم حاجات متقدمه، فاحنا دايما هنستخدم التيرمينال. فيلا بينا نبدا نستخدم ايه؟ جيت باش هير. تمام، طيب اول حاجه بتقابلك، تمام، هنا خلينا الاول نكبر الحته دي شويه عشان نشوف. اول حاجه المفروض تعملها هو انك تعرف نفسك. يعني ايه تعرف نفسك؟ يعني لازم تقول له ايه هو الايميل بتاعك وايه هو النيم بتاعك. فبتعمل كده ازاي؟ من خلال ان انت بتقول له امر اسمه جيت كونفج جلوبال يوزر نيم. ده لو انت عايز تحط الاسم بتاعك، فانت مثلا بتقول له محمد. تمام، فانت كده عملت الاسم بتاعك. طب انت عايز تتاكد ان انت فعلا حطيت الاسم بتاعك، فهتيجي تقول له ايه الامر بس من غير ما تسجل دي، فانت كده قالته هو اليوزر نيم ايه، فهيقول لك محمد. وبالطريقه برضو دي بتبدا تسجل ايه، بتبدا تسجل الايميل. تمام، فبتقول له هنا بدل النيم بتقول له هنا ايميل. تمام، طبعا انت لو عملت كده هيقول لك ايه، ان انا فعلا كنت مسجل ايميل قبل كده، فطلع لي الايميل ده، ده الايميل بتاعي. تمام، طيب بعد كده عايزين نبدا نستنسخ الريبوزيتوري بتاعنا الى منطقه العمل، الى الحته اللي احنا شغالين فيها دي. طيب هنعمل ايه؟ فاكرين لما كنت بقول لكم ان في حاجه اسمها كلون؟ طيب احنا عايزين بقى نبدا نستنسخ بقى بالامر اللي اسمه كلون، فهنقول له جيت كلون. فهنبدا هنا نحط اليو ار ال اللي احنا لسه عاملين له كوبي من الصفحه هناك. تمام، بعد كده نقفل الكوتيشن تاني. هيجي يقول لك هنا كلونينج انتو فيرست بروجكت، هو بينسخ لك الريبوزيتوري بتاعتك في الفايل اللي اسمه فيرست بروجكت. تعال نشوف كده، فعلا جاب لي الريبوزيتوري بتاعتي هنا في الفايل اللي هو اسمه بروجكت، جاب لي فيه هنا الايه الريبوزيتوري اللي هي اسمها فيرست بروجكت. نخش هنا مش هنلاقي اي حاجه غير ملف الريدمي، غير ملف مين؟
الريدمي. طيب تعالى بقى كأننا اشتغلنا على المشروع ونبدأ نضيف فايلز. تمام، تعالى نضيف الفايلز. مثلا هنعمل ملف تكست ونسميه بايثون مثلا. تمام، هنعمل ملف تاني ونسميه HTML، وهنعمل ملف تالت ونسميه مثلا R. تمام كده احنا خلصنا البروجكت بتاعنا وخلصنا كل حاجة. طبعا لو دخلت جوه اي ملف من الملفات دي هتلاقيها ملف ايه، ملف فاضي. تمام، طيب عايزين بقى نبدأ نرفع الحاجة دي لجيت هاب للسيرفر. قبل ما نخش نرفع الحاجة دي في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها. ايه هي المعلومة المهمة دي؟ قال لك انت لازم تعرف ان اثناء ما انت شغال انت بتمر بكذا مرحلة لغاية لما ترفع الشغل بتاعك من على اللوكال يعني من على الجهاز بتاعك لغاية الريموت يعني على جيت هاب. اول حاجة انت بتشتغل على الوركينج دايركتوري. يعني ايه الوركينج دايركتوري؟ يعني الملف اللي انت فاتح فيه البروجكت بتاعك وقاعد حاطط فيه الشغل. تمام، زي ما اتفقنا زي الملف اللي احنا شغالين عليه ده كده الوركينج دايركتوري. تمام، بعد كده بنعمل امر اسمه جيت اد. تمام، جيت اد ده بيعمل ايه؟ بيضيف الملفات اللي في الوركينج دايركتوري لمنطقه اسمها الستيجنج اريا. ايه الستيجنج اريا؟ الستيجنج اريا دي هي حاجه شبه كده مرحله التجهيز، ودي مرحله لازم بيمر بيها البروجكت بتاعك اثناء ما هو طالع للريموت ريبو. تمام، بعد الستيجنج اريا بندي امر اسمه جيت كوميت، واتفقنا ان الكوميت دي حاجه شبه التشيك بوينت، ومن كوميت دي البروجكت بتاعنا بينتقل من مرحله الستيجنج اريا لمرحله الريبوزيتوري. تمام، طيب خد بالك الريبوزيتوري هنا المقصود بيها الريبوزيتوري اللي على اللوكال ريبو بتاعك. يعني في الثلاث مراحل دول انت لسه على الجهاز، انت لسه على اللوكال ريبو. تمام، طيب عشان نطلع من اللوكال ريبو ننتقل للريموت ريبو لجيت هاب يعني. ودلوقتي عايزين نعرف ازاي نرفع البروجكت بتاعنا خطوه بخطوه من على اللوكال ريبو الى الريموت ريبو. تمام، طب احنا اتفقنا ان اول مرحله عندنا هي الوركينج دايركتوري، هو الملف اللي احنا شغالين فيه. طيب عندنا امر جميل في جيت اسمه جيت، خلينا بس الاول نكبر الشاشه. تمام، اسمه جيت ستيتس. تمام، جيت ستيتس بيعمل ايه؟ بيقول لك الحاله العامه اللي موجوده عندك دلوقتي على الوركينج دايركتوري. بيقول لك ان انت عندك ايه؟ عندك ان تراكد فايلز. يعني ايه ان تراكد فايلز؟ يعني فايلز او ملفات معرفش عنها اي حاجه، معرفش ايه هو الار، معرفش ايه هو الاتش تي ام ال، معرفش ايه هو البايثون. تمام، طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نرفع له الملفات دي او محتاجين نضيفها لمرحله الستيجنج اريا او لمرحله التجهيز. تمام، طيب عشان نعمل الموضوع ده عندنا امر تاني اسمه جيت اد. تمام، يبقى عندك هنا حل من اتنين، لا اما انت عايز ترفع كل الملفات مره واحده او انت عايز ترفع ملف بعينه لمرحله مين؟ الستيجنج اريا. تمام، لو عايزين نرفع الملفات كلها فبنقول له جيت اد وبنعمل دوت، هو كده رفع علينا الملفات كلها. طب احنا عايزين نتاكد فنعمل تاني جيت مين؟ جيت ستيتس. تمام، فقال لك فعلا ان انت عندك changes، حاجات حصلت على البروجكت بتاعك وان انت رفعت ثلاث ملفات، عندك ثلاثه نيو فايل اللي هو الار والاتش تي ام ال والبايثون. تمام، طيب دي كده تاني مرحله. طب تعالى كده نفترض مع بعض ان احنا شغالين وبالغلط رفعنا الثلاث ملفات دول وانا مش عايز الملف بتاع اتش تي ام ال. تمام، فانا عايز انزله تاني للوركينج دايركتوري وعايز اشيله منين؟ من الستيجنج اريا. طب هعمل ايه؟ قال لك انا عندي امر اسمه جيت ريسيت. يعني ايه جيت ريسيت؟ يعني نرجع الدنيا زي ما كانت. فهنقول له ان احنا عايزين نريسيت ايه؟ ممكن لو قلنا برضو على نفس النهج بتاع دوت احنا ممكن نقول له جيت ريسيت دوت فهيرجع لي الملفات كلها. طب تعال نجرب كده، لو قلنا جيت ريسيت دوت وجينا نشوفه عملنا جيت ستيتس تاني هيقول لك ان انا ما اعرفش الثلاث ملفات دول. ليه؟ لان انا شلتهم من مرحله الستيجنج اريا. تمام، طيب عايز ابدا ارجع الملفات دي تاني. طيب هقول له ايه؟ قلنا هعمل جيت اد. طب نفترض ان انا عايز اشيل مثلا ملف واحد، هقول له جيت ريسيت. تمام، اتش تي ام ال دوت تكست، انا عايز اشيل الملف ده عايز ارجعه للوركينج دايركتوري. طب تعالى نتاكد ان احنا اللي عملناه ده صح.
فهيقول لك فعلا ان انا اعرف الملفين دول بس ما اعرفش مين هو الملف اللي اسمه HTML. احنا كده فين؟ احنا كده في الستيجنج اريا، محتاجين نطلع من الستيجنج اريا نروح على مين؟ نروح على المرحله اللي بعديها، وهي مرحله ايه؟ وهي مرحله ان انت الجهاز بتاعك دلوقتي على الريبوزيتوري بتاع الجهاز بتاع اللوكال ريبو، تمام؟ طيب نقدر نعمل ده ازاي؟ قال لك عندنا امر هو اللي اسمه تشيك بوينت، ده اللي احنا اتفقنا عليه من شويه، تمام؟ وقلنا تشيك بوينت ده هو اللي بيحفظ الحاجات اللي انت عملتها على البروجكت بتاعك. فهنقول له ايه؟ جيت كومنت، تمام؟ ونقول له هنا كومنت، لازم نكتب له كومنت نقول له ايه التعديل اللي احنا عملناه، وليكن مثلا ان احنا هنا عملنا ضفنا فيتشر جديده، فهنقول له ان هنا فيتشر 1 وكده عملنا جيت كومنت. سوري انا هنا اتلخبطت، المفروض جيت نفس هي ولكن جيت، تمام؟ هيبدا يرفع لك هنا الملفات بتاعتك لللوكال ريبو. طيب خلاص خلصنا المرحله بتاعت ان احنا رفعنا الحاجه بتاعتنا لللوكال ريبو، يعني احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي على الجهاز، احنا محتاجين نرفع الحاجه بتاعتنا دي من على الجهاز بقى لفين؟ للريموت ريبو. طيب نقدر نعمل ايه عشان نرفع الحاجه دي من اللوكال ريبو للريموت ريبو؟ اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها البوش، والبوش هي دي معناها كلمه دفع، انت بتدفع الحاجه منين؟ من جهازك للريموت. طيب في عندنا امر اسمه جيت بوش، تمام؟ جيت بوش ده بياخد حاجتين، اول حاجه الريموت نيم، تمام؟ وتاني حاجه البرانش نيم. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الريبوزيتوري والبرانش، تمام؟ احنا مش عارفين ايه هو الريموت نيم ولا عارفين ايه هو البرانش نيم. قال لك الموضوع بسيط، تعال نشوف. احنا عندنا امر اسمه جيت برانش، تمام؟ ده هيقول لك انت في انه برانش، هيقول لك انت كده في الملف، انت كده في البرانش الرئيسي، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه ان احنا في البرانش الرئيسي. طيب عايز اعرف انا فين؟ اسم ريموت نيم، تمام؟ فقال لك عندنا امر تاني اسمه جيت ريموت سلاش في، هيقول لك ان انت في ريموت، تمام؟ اسم ريموت، سوري، هيقول لك اسم ريموت وهو الاوريجن، تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا ازاي نستخدم جيت بوش، فهنقول له جيت بوش، بعد كده عندنا ريموت نيم اللي هو الاوريجن، تمام؟ وبعد كده البرانش نيم اللي هو المين، تمام؟ نبدا نرفع الحاجه دي فين؟ على جيت هاب. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي حصل هنا ان هو طلب مني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل ساين ان، ما هو مش اي حد، تمام، هيقدر يرفع الملف بتاعه على الريبوزيتوري اللي هناك دي لو خد لينك، لا لازم يكون هو يا اما صاحب الريبوزيتوري هو اللي عملها، يا اما شخص مسموح له ان هو يخش يعمل الموضوع ده. طيب هعمل ساين ان ونرجع نكمل تاني. هنا بعد ما بنخلص وبنعمل ساين ان وبيتاكد ان الشخص ده فعلا مسموح له ان هو يرفع على الريبوزيتوري دي، بيقول لك بقى هنا بعض المعلومات ان هو رفع فعلا اربع ملفات وان كل ملف حجمه كام، وبيديك بعض المعلومات. طيب تعال بقى نروح على جيت هاب، تمام؟ هنلاقي عندنا الملف لسه زي ما هو. طب تعال نعمل ريلود. مبروك، انت كده قدرت ان انت ترفع البروجكت بتاعك على جيت هاب، واي حد معاك في التيم يقدر يشوف ايه؟ يقدر يشوف ايه هي التعديلات دي. طيب تعال بقى نعمل اخر حاجه معانا النهارده. نفترض ان حد من التيم هو اللي رفع الايه، هو اللي رفع التحديث بتاعه. طيب نفترض مثلا ان انا هعمل هنا اد فايل، تمام، كرييت نيو فايل، ومثلا هسميه نيو ابديت، تمام، وهكتب فيه ذيس از نيو ابديت، تمام. طيب وبعد كده هعمل كومنت هنا، وعملت هنا النيو ابديت. تعالى كده نبص على الفايل بتاعنا اللي على اللوكال ريبو، هل هو اتغير؟ هل حصل اي حاجه؟ لا، حد تاني من التيم هو اللي عمل التحديث ده، فانا عايز التحديث ده بقى يجي لي على اللوكال ريبو بتاعي. فمن الطريقه دي بقى ابدا اعمل ايه؟ نبدا نستخدم الحاجه اللي اسمها البول. احنا عايزين نعمل هنا ايه؟ عايزين نعمل بول، عايزين نسحب الحاجه من على الريموت ريبو لفين؟ لللوكال ريبو. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي تاني هنا على التيرمينال ونقول له جيت، تمام، بول،
وبعد كده نكتب اسم مين؟ نكتب اسم الريموت. طب احنا عايزين نسحب من انه ريموت، اتفقنا ان الريموت بتاعنا هنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه اوريجين، فهنسحب من اوريجين تمام، ونبدأ نشوف نلاقي ان على طول حصل هنا عندك ابديت نيو ابديت، الملف اللي اسمه نيو ابديت، ونزل عندك هنا فين؟ نزل عندك هنا في اللوكال ريبو. يبقى احنا كده النهارده اتعلمنا ايه هو جيت، اتعلمنا ايه هو جيت هاب، اتعلمنا ازاي نقدر نرفع البروجكت بتاعنا. وطبعا لو عملت اي تحديث تمام نفس الطريقه بالظبط عشان ترفع نفس التحديث، هي الطريقه اللي استخدمتها عشان ترفع البروجكت هي هي بالظبط. يبقى عندنا المراحل اللي بنمر بيها، اول حاجه البروجكت بيكون عندك على اللوكال ريبو تمام. وطبعا اتفقنا ان اللوكال ريبو بينقسم لثلاث حاجات، اول حاجه بيكون على الوركينج دايركتوري، بعد كده بيكون في حاجه اسمها الستيجنج اريا، بعد كده بيكون على اللوكال ريبو على الجهاز بتاعك. فبنبدا من المرحله دي نعمل ايه؟ نعمل جيت بوش عشان نوصل الملف بتاعنا الى مين؟ الى جيت هاب. وتعلمنا كمان ان لو حد هو اللي عمل تعديل وانا عايز اسحب التعديل ده، فبسحبه بالامر اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه جيت بول، وبعد كده اسم مين؟ بعد كده اسم ريموت اللي احنا هنسحب منه تمام. اتمنى ان الدرس النهارده يكون فاتكم، الموضوع مش صعب اطلاقا، كل اللي محتاجينه بس ان احنا نتعود عليه، نجرب بايدينا مره واثنين وثلاثه، وبعد كده الموضوع هيكون سهل تماما، ونقدر بس ايه مع الاستمراريه ومع التجربه هنبدا نحفظ الحاجات دي اللي هي جيت بول وجيت بوش، والحاجات دي بالنسبه لنا هتكون سهله في الاول. طبعا انتوا تقدروا تدوروا على النت هتلاقي الاوامر دي كلها موجوده، وهسيب لكم فايل برده في الديسكربشن يكون موجود فيه كل الاوامر دي عشان نبدا ايه نتعلم واحده واحده، ومع الوقت هتلاقي نفسك حفظتها وبتكتبها ايه وبتكتبها لوحدك يعني تمام. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.